مساء الخير. طبعا كلنا تابعنا امبارح مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر موسم 2021، الماتش اللي كان مؤجل في البطولة اللي ما تمش حسمها من السنة اللي فاتت بسبب الأخطاء اللي بتقوم بها الإدارات المتعاقبة لاتحاد الكرة المصري، واللي هم سبب رئيسي في تراجع الرياضة المصرية في ملف في كرة القدم. لكن طبعا كرة اليد قائمة بتقوم بدور محترم جدا وعاملة إنجازات كويسة جدا، لكن كرة القدم المصرية متراجعة في الفترة الأخيرة بسبب الإدارات المتعاقبة على اتحاد الكرة من لجان ومن مجالس يعني أقل من مستوى الكرة المصرية. كلنا تابعنا المباراة امبارح واللي توج فيها نادي الزمالك ببطولة كأس مصر للمرة التانية أو تالت بطولة ياخدها من النادي الأهلي في مواجهات مباشرة، ويمكن منهم اتنين في عهد فيريرا. فاز نادي الزمالك وخد الكاس، وحتى لو كان خد الأهلي الكاس ده مش القصة. المفروض كان في عنوان عريض لهذه المباراة الكل كان وضعه. شفنا اتحاد الكرة اللي أطلق مبادرة لا للتعصب وخلي روحك رياضية قبل القمة، وشفنا جماهير الأهلي والزمالك رفعوا شعار لا للتعصب كذلك. برضو الأزهر الشريف كان بيتكلم على إنه التعصب الرياضي والتنابز بالألقاب والسخرية من المنافس شيء محرم. الدولة المصرية كلها بتنبذ هذا التعصب وتوقد أي فتنة ما بين الجماهير، وعايزة يكون الروح الرياضية هي السائدة عشان خاطر ده تكون الروح العامة لبلد بتنمو وبتتقدم وبتجني ثمار التنمية يعني بشكل تدريجي، وعشان خاطر البلد دي تنهض وتفضل مستمرة في مسارتها المتميزة لازم يكون كل المجالات الأمور هادية، الناس تركز في العمل ما تركزش في مشاكلهم، مين فاز مين مفسي. طبيعي جدا هي كرة قدم، كرة القدم يعني طبيعي جدا ان يكون فيها خاسر وفيها كسبان وفيها ناس تبقى فرحانة وفيها ناس تبقى زعلانة، هيبقى زعلان مرة ويفرح مرة ده شيء طبيعي جدا. ما فيش حد في العالم كله بيفوز طول الوقت، لا ريال مدريد بيفوز بكل البطولات ولا برشلونة بيفوز بكل البطولات ولا بايرن ميونخ بيفوز بكل البطولات ولا بوكا جونيورز بيفوز بكل البطولات ولا باريس سان جيرمان. ما فيش حد، فيش فريق في العالم بيفوز بكل البطولات في نفس الوقت، ما فيش حد بيحتكر كل حاجة. هي رياضة، رياضة يعني تنافس بأخلاق باحترام بحاجة محترمة جدا الناس بتتفرج عليها. الرياضة موجودة في بيوتنا، النشء والأطفال والأجيال اللي جاية بتتفرج على اللي موجود دلوقتي، وبالتالي المفروض اللي يكونوا موجودين في الملاعب أو القائمين على المنظومة الرياضية يكونوا مثل وقدوة للأطفال وأجيال المستقبل عشان خاطر نلاقي يعني روح مختلفة ونلاقي نجاحات مختلفة في هذا الملعب. بعد المباراة شفنا لفتة جميلة جدا 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 قام بها لاعبي نادي الزمالك، ان هم اصطفوا في جانبي قبل المنصة، المفروض بيتكرم الفريق الخاسر بالميداليات الفضية وبيطلعوا، وبعد منهم بتختتم الحفلة بالفريق الفائز بياخد الميداليات الذهبية ثم يتسلم الكأس. ما حصلتش في البطولات ما بين الأهلي والزمالك في السنوات اللي فاتت كلها ان حد فيهم عمل للتاني ممر شرفي، فكون ان احنا تتعامل مع ممر شرفي تبقى سابقة حلوة لازم تطلع بشكل كويس ونتبروز بيها بشكل كويس وتتصدر للعالم بشكل كويس على الروح الرياضية اللي موجودة في الملاعب المصرية ودور الدولة المصرية في ان هي تضبط هذا الملف وتقلل التشاحن الموجود فيه. اتعمل الممر الشرفي من لاعبي نادي الزمالك وكان شكله شيك جدا، تقدم سواريش وجميع لاعبي النادي الاهلي مروا من هذا الممر الشرفي وسلموا على بعض ووصلوا الى منصه التتويج، حصلوا على الميداليه الفضيه بشكل محترم، الا شخص واحد فقط هو من شذ عن هذه القاعده، شخص دائما يصدر جدل ومشاكل ما كناش نتمنى. الخلافات وارده، وارد جدا تحفل على الزمالك والزمالك يحفل عليك، وارد كل الكلام ده كله بيحصل، لكن طالما تمت الامور حصل فيها حلحله والجانبين في فريق، الفريق اللي فايز ده واقف لك صف وبيسلم عليك ومع مر شرفي وعايزك تطلع مر شرفي، حضرتك شايف نفسك اكبر من كل دول. بس انا ما بلومش على الكابتن سيد عبد الحفيظ، انا بلوم على اداره النادي الاهلي اللي سايبه السيد عبد الحفيظ يتعامل بهذه الطريقه في ظل وجود شخصيات وقامات محترمه على منصه التتويج، موجود نائب عن رئيس الجمهوريه كبير اليوران حاضر وبيسلم الجوائز للاعبين ويسلم الكاس، فله احترامه، موجود النادي الاهلي
في عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وموجود الكابتن العمري فاروق، موجود رئيس نادي الزمالك، موجود رئيس اتحاد الكورة، موجود ناس قامات محترمة جدا موجودة على المنصة. وسائل الإعلام المحلية والعربية بتصور وبتبث مباشر، فهي صورة حضارية بتعكس صورة مصر. طبيعي لما يبقى كل ده متصدر في المشهد وواحد يشذ عن القاعدة، فبالتأكيد هو بيعكس إنه دي رؤية مجلس إدارة أو رؤية نادي، لأنه مدير الكرة صفته بتقول كده، ده راجل مدير الكرة في النادي الأهلي، فالطبيعي إنه يطلع يكون ما يعملش حاجة تخص هو، ده هو واجهة. لما أنت تيجي تشذ عن هذه القاعدة وكل اللاعبين والجهاز الفني يمر من الممر الشرفي، وحضرتك تطلع لوحدك بعيد عن الممر الشرفي، تعدي بعيد عن الممر الشرفي، ده شيء عيب عيب، وانت بتهين النادي الاهلي قبل ما تهين اي حد تاني. انت اولا لم تهين نادي الزمالك، لان انت مرورك من الممر الشرفي يعني مش هيزود لنادي الزمالك حاجه ولا هياخد منه حاجه، لا هينتقص منه ولا هيزوده، بل بالعكس انت المفروض اللي كنت بتمر في الممر الشرفي دي حاجه ليك، ده اللاعبين بيسقفوا لك وبيسلموا عليك وانت داخل، ما تسلمش على حد وما تعملش اي حاجه، بس عدي، خلي اللقطه شكلها حلو، خلي المشهد شكله حلو، والصوره المصريه تبقى حضاريه بشكل حلو. انت بتمثل مجلس اداره النادي الاهلي، ان حياتك مدير الكوره، اللاعبين لما يشوفوك بالشكل ده بالتاكيد هيبقوا مشحونين في الملعب، بالتاكيد متوترين في الملعب، الخناقات تحصل في الملعب. ده كويس ان اللعيبه ما قلدوكش ومشيوش بعيد عن الممر، بعيد عنك، ويبقى شكلنا وحش قوي قدام العالم كله. انت للاسف سيد عبد الحفيظ، والمشهد اللي كلنا شفناه بشكل سيء جدا وغير مقبول، اساء للنادي الاهلي، وحاول الاساءه لنادي الزمالك، واساء لكل الشخصيات اللي كانت موجوده، لان المفروض تحترم القامات اللي موجوده على منصه التكريم، وتحترم كل الناس اللي في البيوت وشايفين اللقطه، وتحترم صوره مصر وهي متصدره لكل في كل وسائل الاعلام اللي بتروح في كل البيوت العربيه، لانه عيب. احنا بنتكلم في نبذ تعصب، في خلافات، الساحه الرياضيه مليانه مشاكل، مليانه تشاحن، مليانه تصريحات ما بين الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري والاسماعيليه، كل الكلام ده كله موجود في كره القدم. ايدي موروثات سيئه ورثناها بعد 2011 لحد النهارده، شايفين بنورث المشاكل والصراعات والصدمات والتصريحات والمتبادله. طبيعي جدا كره القدم فيها الكلام ده، اي نعم زايده في مصر ولكن فيها الكلام ده. لكن انت لما تيجي في مشهد التكريم، حضرتك كان اكرم لك ما تحضرش ولا تاخد ميداليتك، ما كنتش تنزل، بس ما يبقاش كل الجهاز الفني والاداري واللاعبين في النادي الاهلي بيمروا في الممر الشرفي ويسلموا على لعيب الزمالك، او حتى ما يسلموش ويطلعوا يتكرموا، وحضرتك نشاز لوحدك واخد ماشي لوحدك من غير ما تسلم على حد، ومن غير انت بتهين النادي الاهلي، لان انت مسؤول في النادي الاهلي مدير كوره، انت بتهين للناس المسؤولين اللي موجودين كلهم، وهم ناس قامات محترمه ما ينفعش تعامل معاها كده. مصر اكبر من الكلام الفاضي ده، اذا كانت دي عقليه مدير كره في نادي كبير له شعبيه وله جماهير بالملايين وهو النادي الاهلي، فتبقى مصيبه. يبقى ما نستغربش اي احداث تحصل، ما نستغربش اللي حصل في بورسعيد، ما هو كان بسبب التشاحن بمثل هذه الافعال. يعني اللي حصل في بورسعيد، المجزرة المأساوية الله يرحمهم جميعا اللي حصلت في بورسعيد، كانت بسبب لما يبقى القامات أو النماذج اللي متصدرة المشهد كلها محتقنة بهذا الشكل. إذا كان مدير الكرة في النادي الأهلي محتقن بهذا الشكل، أنا بلوم على لعيب ليه؟ وبلوم على شاب صغير في الجماهير ليه؟ وبلوم على الناس في اللي بتشجع النادي الأهلي حتى على السوشيال ميديا ليه؟ حضرتك المفروض تكون قدوة. طيب ماشي، هقول الطرف الثاني غلط، طب خليك أنت أحسن، خليك أحسن، خلي صورتك أحسن. لكن للاسف الطرف الثاني كان واقف ومستنيك وبيسقف لك وواقف جنب منك على المنصه وعامل لك ممر شرفي، وحضرتك بتشز عن القاعده وماشي لوحدك ومنكسر وموطي في الارض. طب انت ليه؟ حضرتك انت لا تمثل سيد عبد الحفيظ، انت تمثل كيان كبير اسمه النادي الاهلي، فطبيعي لازم تحترم النادي الاهلي، ولما تحترم النادي الاهلي هتحترم بالتاكيد قيادات الدوله اللي موجوده في المباراه اللي بتسلمك الميداليات، وهتحترم كل الجماهير اللي بتشوفك في مصر وفي الدول العربية. فعيب على سيد أبو حفيظ، سيد عبد الحفيظ محتاج يراجع نفسه في المقام الأول. المسؤولين في النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب ان هو لازم يعاقب سيد عبد الحفيظ او يحاسبه على الاقل. ما ينفعش دي الصوره اللي تصدر عن مصر، ما ينفعش مهما اختلفت تكون دي السلوكيات اللي بيتعامل بها مسؤول في النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب نفسه تاريخه كبير جدا ومحترم،
في ملف نبذ العنف والتعصب. كلنا اتربينا وشفنا مباريات اهلي وزمالك قبل كده، شفنا لقطات محترمه الكابتن محمود الخطيب لابس فانيله نادي الزمالك، وفاروق جعفر وحسن شحاته لابسين فانيله النادي الاهلي وبينزلوا يلفوا ويسلموا على الجماهير قبل المباريات الكبيره. حضرتك مين؟ سيد عبد الحفيظ ده مين يعني؟ تاريخك ايه يعني؟ انت هتكون تاريخك يجي واحد من 1000 من الكابتن الخطيب؟ تاريخك هيجي حاجه جنب حسن شحاته؟ تاريخك هيجي حاجه جنب فاروق جعفر؟ تاريخك هيجي حاجه جنب العمالقه اللي ولدهم النادي الاهلي ونادي الزمالك؟ فطبيعي جدا ما تبقاش انت، مش انت الزعيم والشخصيه المتفرده، الشخصيه اللي يعني ايه الطبيعي الناس تبص لها ده سيد عبد الحفيظ اهان الناس كلها ومشي. لا، مش زي ما بعض المواقع الصحفيه كتبت ان سيد عبد الحفيظ اهان الزمالك. لا، نادي الزمالك وقف له في ممر الشرفي، ليس نادي الزمالك ما خدتش منه حاجه ان انت ما احترمتش هذا الممر الشرفي، بقية اللاعبين يحسنوه. لكن أنا عايز أقول ملخص الليلة دي كلها، الممر الشرفي يصنع للناس المحترمة اللي تمر منه وتتكرم منه، أما الإنسان اللي مش عاوز يمر من هذا الممر الشرفي فبالتأكيد عنده مشاكل تمنعه أو عنده حاجات ما تخليهوش على قدر هذا الممر عشان يمر منه. فللأسف الشديد سيد عبد الحفيظ أهان المنظومة الرياضية كلها، سيد عبد الحفيظ أهان إدارة النادي الأهلي لما شذ عن القاعدة، وبالتالي لازم أتمنى إن إدارة النادي الأهلي تعاقبه، لأنه بصراحة كان مشهد مش حلو وكان ممكن يعمل توتر. الحمد لله مرت الأمور على خير، ولكن هي أمور لازم نتعلم منها. إحنا يعني المفروض عايزين الرياضة المصرية ترتقي إلى أعلى، مش ترتقي بالصراعات، ومش ترتقي بالخناقات، ومش ترتقي بالمشاحنات، ترتقي باللعب والجماليات والأخلاقيات، لأن كرة القدم أخلاق، كرة القدم أخلاق، مش تشاحن، ومفيش حد بياخد كل حاجة. ومفيش حد بياخد كل حاجة، وهو ده الموسم ده موسم مشحون. حتى لو خلصنا من كأس مصر السنة اللي فاتت، فلسه قدامك الدوري العام لسه في الملعب، وعندك كأس الرابطة اللي موجود ده لسه في الملعب، وعندك سوبرين في سوبر في الإمارات ما بين الأهلي والزمالك. طبيعي هتلعب كتير ولسه قدامك البطولات، خدها بس مش بالأسلوب ده. لأن احنا طالما لو احنا في استاد القاهرة كانت دي سلوكياتنا، واحنا بنتكرم وبنروح منصات التكريم في استاد القاهرة، أمال لما نروح استاد هزام بن زايد مثلا، ولا نروح في أي دولة عربية أخرى؟ لا، لازم سلوكنا يكون سلوك على قدر الحدث، وسلوك على قدر وقيمة الدولة المصرية اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما بيرسي فيها قواعد الاحترام المتبادل، وإن احنا كلنا لا للتعصب. لا التعصب شعار كلنا بنرفعه، واتحاد الكرة رفعه، والدولة كلها ورئيس وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كل الناس دي بترفع هذا الشعار. ما ينفعش شخص يشذ عن القاعدة، ولما شخص يشذ عن القاعدة ويخرج عن إطارها لازم يتحاسب، لازم يتحاسب. دي رسالتي، وإن شاء الله اللي جاي أفضل للرياضة المصرية. أشكركم شكرا جزيلا.